أعزائنا متابعي فضائية نور سات وتلفزيون تيليلومير، نرحب بكم في نشرتنا الأسبوعية. وقبل التفاصيل نبدأ معكم بأبرز العناوين. الحكومة الأردنية تدين الجريمة الإرهابية في إحدى الكنائس الفرنسية. انطلاق فعاليات مهرجان جرش والإعلان عن مهرجان الفحيص. مشاركة الشبيبة الأردنية في اللقاء العالمي في بولندا. إعلان نتائج الثانوية العامة للدورة الصيفية الحالية. أهلاً بكم. دانت الحكومة الأردنية الجريمة البشعة التي ارتكبتها عصابة داعش الإرهابية في كنيسة بمدينة روان الفرنسية، وأسفرت عن مقتل قسيس وجرح شخص آخر إضافة إلى الإرهابيين المهاجمين. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني إن مثل هذه الأعمال الخسيسة تعبر عن مدى الفكر الإجرامي لهذه العصابة، مثلما تحاول إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى في كل مكان بهذا العالم، مضيفاً أن قتل وترويع الآمنين والأبرياء جريمة بحق الإنسانية، وهي أمر محرم في الدين الإسلامي وسائر الأديان السماوية، مؤكداً على أهمية تكاتف المجتمع الدولي ضد الإرهاب والتصدي له بكل حزم. وقدم المومني باسم الحكومة الأردنية عزاءه لأهالي الضحايا والحكومة الفرنسية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. تشهد المملكة في صيف كل عام حراكاً ثقافياً وفنياً واسعاً يعكس صورة الأردن الأجمل والأبهى، راسماً مشهداً كرنفالياً رائعاً بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة ووعي شعبه الأصيل. المزيد في التقرير التالي. عمان عمان يا أملاً بأهدابي، لولا الغناء لهدني ما بي، مدي بساط الشوق أغنية من بابك العالي إلى بابي. مع إقبال نسمات صيف الأردن المعتدلة، تتوالى المهرجانات الثقافية والفنية لتعلن عن حالة وجدانية يعيشها الأردن، هي انعكاس لهويته الحضارية وإرثه التاريخي في أجواء محلية أمنية مستقرة. ففي شمال المملكة، ومندوباً عن جلالة الملك عبد الله الثاني، أوقد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مساء الخميس 21 تموز شعلة مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 31، معلناً انطلاق فعالياته لهذا العام في المدرج الشمالي في المدينة الأثرية وسط حضور رسمي وشعبي واسع. وقد أعرب رئيس اللجنة العليا للمهرجان أمين عمان عقل بلتاجي عن سروره لما حققه المهرجان عبر العقود الثلاثة الماضية من النجاح والبهجة والعمل الدؤوب، حمل خلالها مهرجان جرش رسالة الأردن الإنسانية والثقافية إلى العالم. أجد التأكيد أن نجاح مهرجان جرش في كل عام لا يمكن أن يتحقق لولا مشاركة ومتابعة جميع الأجهزة الأمنية وحرصها على أمن فعاليات المهرجان وآثار جرش وكنوزها كجزء من حرصها على أمن الوطن، فلهم منا كل التقدير والثناء. كما وصرح عضو اللجنة العليا للمهرجان رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة إن جرش، وهي تستقبل مهرجانها السنوي للثقافة والفنون في دورته 31، إنما تؤكد على الاستمرارية في نهج الدولة الأردنية المبنية على إعطاء المساحات التعبيرية لكل أبنائها، وعلى تعظيم العمل الإبداعي والفني وتلاقيه من كل أنحاء المعمورة على أرض جرش المدينة الخالدة الشامخة بمسارحها وأعمدتها ومساجدها وكنائسها. كما والتقت قناة نور سات الأردن من موقع المهرجان وزير الأشغال والنقل المهندس سامي هلسة، الذي أعرب عن سروره بمشاركته حدث انطلاق المهرجان في أجواء أمنية آمنة ومستقرة في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين. سيدي بقول إن الحمد لله العام 2016 بنحتفل المهرجان، وإحنا الأردن بنحتفل في مئوية الثورة العربية الكبرى، وقبل كم من يعني أقل من شهرين كان عيد الاستقلال، فالله يديم نعمة الأمن على هذا البلد
ويديم جلالة سيدنا، لأنه بدون أمن وأمان ما بنقدر نكون بهذه المهرجانات وما بتكون الثقافة عندنا بأوجهها. كما تم لقاء المهندس وليد المصري وزير البلديات وصرح قائلا: ميزة المهرجان بالعقد الأخير أنه في تعاون كبير بينه وبين البلدية والمجتمع المحلي. الفعاليات كلها سواء الجمعيات أو المنتديات الثقافية أو المجلس البلدي شريك بهذا العمل مع اللجنة التنفيذية واللجنة العليا لإدارة المهرجان. وهذا المهرجان له جدوى كبيرة على أهالي المنطقة سواء بالحرف اليدوية أو بالفعاليات الفنية المحلية أو بإحياء وتشجيع السوق المحلي، المطاعم، الفنادق، السياحة والمتاجر المحلية بجرش. وسوف يستمر المهرجان مدة 10 أيام، يتبعها 6 أيام في العاصمة عمان. ومن الجدير بالذكر أن مهرجان جرش في المدينة الأثرية في قلب مدينة جرش إلى الشمال من العاصمة الأردنية عمان يحولها إلى واحدة من أكثر المدن حيوية وثقافة. هذا ومن المتوقع أن يقدم المهرجان عدة عروض فلكلورية راقصة تؤديها فرق محلية وعالمية. ومن ناحية أخرى، انعقد الأحد الماضي مؤتمر صحفي في مدينة الفحيص قرب العاصمة عمان، أعلن فيه عن موعد انطلاق مهرجان الفحيص الذي سيستمر من 5 آب إلى 14 منه. وأعلن مدير المهرجان أيمن سماوي عن مشاركة نخبة من الفنانين الأردنيين والعرب في أيام المهرجان الذي سوف يقدم فعالياته المتنوعة ضمن سياق ثقافي وفني مع مراعاة البرامج الخاصة للأطفال. احنا لدينا رسالة، لا نهدف الى الربح ولا نهدف الى يعني الجباية، بقدر ما هو نهدف الى ان نوصل رسالتنا بالفن والثقافة الى اكبر شريحة ممكن من ابناء وطننا. عشان هيك مهرجان الفحيص هنالك تذكرة موحدة مجانية لكل فعاليات المهرجان ب5 دنانير. هذا يعني انه الفعالية الواحدة فقط ب30 قرش. فالهدف هو توصيل رسالتنا للعالم أن الأردن هو إن شاء الله سيبقى وكان وسيكون هو بلد الأمان والأمن، بالرغم ما هو محيط بنا من محيط ملتهب. أدام الله علينا نعمة هذا الأمن والأمان، وأدام علينا العائلة الهاشمية. وشكرا مرة ثانية لنورسات المتابعين دائما للفحيص ونشاطاتها. كما أعرب رئيس بلدية الفحيص هويش العكروش عن دعم بلدية الفحيص للمهرجان الذي يشكل منارة ثقافية وفنية لامعة في الأردن. وكما أعلن عكروش عن استعداد كافة كوادر البلدية لتقديم الخدمات اللوجستية للحيلولة دون وقوع ازدحاما مروريا، وذلك بالتعاون مع شرطة السير في المنطقة. تقوم بلدية الفحيص بتقديم كل المساعدات الإدارية والمالية وتحضير كافة المناطق والأماكن لهذا المهرجان، تبدأ من حدود بلدية الفحيص وحتى مواقع المهرجان. مواقع المهرجان متعددة، في من هذه المواقع قسم خاص بالبلدية يعطى للمهرجان لتقديم الكثير من الأنشطة الرياضية. كذلك هذه المواقع يجب أن تكون مهيئة، ولما بنحكي مهيئة تحتاج إلى جهد إداري من البلدية بتقديم الخدمات قبل المهرجان وبعد المهرجان.
ومن الجدير بالذكر أن لمدينة الفحيص خصوصية جمالية جغرافية جبلية خلابة مكنتها من احتضان الكثير من العائلات المسيحية المهاجرة من كافة محافظات المملكة خلال العقود الماضية، بحثاً عن رغد العيش والاستقرار الوظيفي كونها قريبة من العاصمة عمان. هذا ويبقى الصيف الأردني حافلاً بالحراك الثقافي والفني طيلة الأشهر القادمة، حيث سنبقى في نورسات في مواكبة لأهم أحداثه. شاركت مجموعة من الشبيبة الأردنية الملايين من شباب العالم في اللقاء الدولي للشباب في بولندا، والذي يقام هذا العام تحت عنوان طوبى للرحماء. ويضم الوفد الأردني المشارك 115 شاباً وفتاة يمثلون مطرنية اللاتين والروم الملكيين الكاثوليك في المملكة، حيث تلتئم الشبيبة مرة واحدة كل 3 سنوات ومن كل العالم بحضور جميع ممثلي الكنيسة الكاثوليكية لتصلي مع قداسة البابا فرانسيس بقلب واحد وتعيش من جديد نعمة عنصرة الحب وعنصرة الروح القدس. حديقة الرحمة في مركز سيدة السلام في عمان هي ثمرة حب وبركة من قداسة البابا فرانسيس للمهجرين في الأردن. تفاصيل أوفى حول هذا المشروع في التقرير التالي. ووقعت الحبات الأخرى على الأرض الطيبة فارتفعت ونمت وأثمرت. حديقة الرحمة تزرع بأواصر اللحمة. البابا فرانسيس البابا الإنسان يزرع في حديقة الرحمة أواصر اللحمة بين من تقطعت بهم سبل العيش الكريم ليحصدوا ثمار التزامهم. إنه الأب الأقدس الذي يحمل الشرق في صلاته كلما هبت النسمات في ثنايا هذه البسيطة الفانية، فأراد أن يترجم هذه الصلاة بعمل الرحمة على أرض الواقع المعاش، فخصص المنح المقدمة إلى جناح الكرسي الرسولي في معرض إكسبو ميلانو 2015 للاجئين العراقيين في الأردن. فقامت السفارة البابوية في عمان هذا العام في 12 من أيار الماضي بالتعاون مع جمعية الكاريتاس الأردنية ومطرانية اللاتين بترجمة دعم البابا من خلال إقامة حديقة الرحمة في مركز سيدة السلام بهدف إعادة الكرامة الإنسانية للمهجر والنازح العراقي المقيم في الأردن، وكذلك لتقديم المساعدة لبعض العائلات من المواطنين الأردنيين. هذا وقد انطلق المشروع في الذكرى السنوية الثالثة لانتخاب قداسة البابا فرانسيس في كنيسة سيدة السلام في عمان، وكان قد أقيم قداس حبري وقتها ترأسه البطريرك فؤاد طوال، وشارك فيه السفير البابوي لدى الأردن المطران ألبرتو أورتيغا مارتن والموفد البابوي الخاص للمونسنيور سيكونتو تيغانو أمين عام المجلس البابوي قلب واحد، وعدد من الأساقفة والكهنة الكاثوليك ورؤساء ممثلو الكنائس في الأردن والسفراء ورسميون دينيون ومدنيون ورهبان وراهبات وفرق الشبيبة والكشافة وأعضاء مراكز الكاريتاس الأردنية. ونستعرض هنا أهم التصريحات التي صدرت عن السلطة الكنسية وجمعية الكاريتاس بخصوص مشروع حديقة الرحمة، حيث قال السفير البابوي في الأردن ألبرتو أورتيغا مارتن كلمة شكر فيها جميع الذين عملوا على نجاح المشروع وأشاد بدور البابا بإقامة هذه الحديقة. كما صرح في هذا الإطار آملاً أن تكون حديقة الرحمة مكاناً للحوار واللقاء بين الناس ذوي الانتماءات الدينية المختلفة. أما موفد قداسة البابا المونسنيور سيكوندو تيغانو مونوز الأمين العام للمجلس البابوي قلب واحد، فقد صرح عندما حضر افتتاح حديقة الرحمة قائلاً إن هذه المبادرة هي ثمرة العناية الأبوية لقداسة البابا فرانسيس بالمجروحين، إنني أجلب معي بفرح بركات البابا الحبيب الذين تدركون أن له مكانا خاصا في قلب كل واحد منكم، وأود أن أعبر عن صادق تقديري وعرفاني للدور الذي لعبته الكنيسة في عمان في تقديم الأرض التي قام المشروع عليها. وقال البطريرك فؤاد طوال وقتها في كلمة ألقاها: جئنا في هذا المساء نشكر الرب على رسالة المحبة والسلام
التي يغوصها الأب الأقدس فرانسيس في حقول العالم كله، يطلب من العالم أن نشاركوا في زراعة الرحمة والتضامن بين البشر. جئنا نقول للرب إله الرحمة شكرا بمناسبة ذكرى 3 سنوات من حبرية البابا، باب التواضع، باب الخدمة، باب الرعاية على مثال الراعي الصالح. شكرا على الزرع الطيب الذي قام به ولا زال يقوم في كل حقول العالم. وشكرا أيضا أخيرا على زيارته الأخيرة للأردن قبل 2 عامين. نشكر قداسة البابا على وجه الخصوص اليوم لأنه قدم لنا مشروعا جديدا في تربة هذا المركز، مركز سيدة السلام، ومركز شفاء، مركز محبة، مركز رياضات روحية، مركز صلاة. كما عبر عن تقديره للمونسنيور سيكوندو تيغانو موينز الذي جاء خصيصا من الفاتيكان ليترأس افتتاح حديقة الرحمة تحت إشراف كاريتاس الأردن. إنه لخدمة الفقراء والمحتاجين ولخدمة المهجرين من العراق الذين جاءوا إلينا. It is a joy for me to be here with you today and to give thanks to God to the realization of this meaningful initiative aimed to restore the dignity of our brothers and sisters who were displaced due to violence and wars. ومدير الكاريتاس الأردنية السيد وائل سليمان صرح للنورسات قائلا: وكان الفكرة هو إيجاد فرصة عمل لحياة كريمة لعدد من الأخوة العراقيين. اليوم نحكي عدد لأنه نحن عم نتخطى عدد 10,000 شخص وصل خلال السنتين من الأخوة العراقية. المشاريع الإنتاجية كل مشروع رح يستهدف 30 عائلة رح تستفيد من هذا المشروع. حديقة الرحمة بلشت الفكرة بمشاريع إنتاجية. مركز سيدة السلام مشكورين قدموا قطعة الأرض اللي قدرنا نبدأ المشروع فيها. اليوم في معمل للأثاث اللي هو معد من الريسايكلينج، من المواد الطبليات الغير مستخدمة، تم تحويلها لمشروع إنتاج العفش خشب. رح نتوجه لمبدئيا خلال 2 شهر رح يتم افتتاح 3 مشاريع، يعني كلها مشاريع بتهدف لدعم أخوتنا العراقيين وتثبيت وجودهم بالشرق من خلال أعمال بسيطة لكن تقدر تعيشهم بكرامة خلال وجودهم بهالفترة بالأردن. وفي لقاء خاص مع السيد يزن مجج تحدث لقناة نورسات الأردن عن أهداف المشروع. مشروع حديقة الرحمة في سيدة سلام، دير سيدة سلام، هو بكورة هذه المشاريع، وركزنا على استخدام الموجود. فأخذنا الكرفانات التي كانوا يقطنون فيها لفترة معينة، وأخذنا هذه قطعة الأرض حوالي 10,000 متر مربع من الكنيسة ومن الدير، وبهدف تشغيلها، إنشاءها وتشغيلها لفائدة أكيد العراقيين وأيضا المهمشين اقتصاديا واجتماعيا من الأردنيين وغيرهم. اجتماع المحبة والرحمة في هذا الموقع هو إن شاء الله بحط نموذج، ونتأمل إنه إحنا ننجح فيه ونتأمل إنه غيرنا يقل. استفادينا طبعا، أكيد استفادينا كثير بهذا العمل الرائع الذي نقدمه نحن المهجرين العراقيين الساكنين هون في الأردن. أكيد نشكر كل من ساعدنا على هذا العمل. بس عطونا فرصة، وفرصة ثمينة الكاريتاس بتوفير هذا المكان لنا لننتج ونطور مهاراتنا. نحن كعراقيين مش كلنا فينا خبرة بالنجارة، بس جابوا لنا مدربين أخصاء وظلوا معانا لفترة معينة. من هنا من أمام حديقة الرحمة نقف أمام الأشجار التي غرست قبل أكثر من 2 شهر وقد علت تغاريد العصافير حولها، نشيد سلام وبارقة أمل رحمة.
زارت أخوية شهداء الأردن بمرج الحمام مزار القديسة ماري ألفونسين في كنيسة دير اللاتيني في السلط، والذي جاء تدشينه في ذكرى مرور سنة على إعلان قداسة البابا فرانسيس الأم ماري ألفونسين مؤسسة لرهبنة الوردية قديسة على مذابح الكنيسة. وقد رحب كاهن الرعية الأب إبراهيم بطارسة وبرفقته الراهبة ماري جان حداد بأخوية مرج الحمام، شارحا لهم أهمية هذا المزار والفترة التي عاشتها القديسة المتواضعة في السلط والخدمات الجليلة التي قدمتها طوال إقامتها في الكنيسة. ووجه الأب بطارس الزائرين إلى تمجيد الله في هذه القديسة العظيمة واستذكار رمزية هذا المقام وبركاته. أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية نتائج التوجيه لطلبة الثانوية العامة للدورة الصيفية لهذا العام. المزيد من التفاصيل حول النتائج ونسب النجاح في التقرير التالي. أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات في مؤتمر صحفي نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للدورة الصيفية للعام الحالي. وقال الذنيبات في المؤتمر الصحفي إن عدد المشتركين بالدورة الصيفية الحالية بلغ 127,872 مشتركا ومشتركة بنسبة نجاح مئوية بلغت حوالي 40%. وفيما يتعلق بالمدارس الكاثوليكية في الأردن، عبر الأب رشيد مستريح الأمين العام لأمانة المؤسسات التربوية المسيحية في الأردن عن سروره بما حققه طلاب المدارس الكاثوليكية في المملكة، وقال: مستوى نتائج طلابنا في المدارس التابعة للمؤسسات التربوية المسيحية في الأردن كانت كسابقاتها من السنوات الماضية جيدة لبل ممتازة في كثير من المدارس والحالات نسبة مع المعدلات المنخفضة للنجاح. يعني بينما نجد في الفرع العلمي للثانوية العامة لهذا العام الدراسي 2015-2016 لن تتخطى أكثر من 63%، والإدارة المعلوماتية 26%، والفرع الأدبي 18%، نجد أغلب طلاب مدارسنا حققوا ما يتخطى 90% من نجاح مجمل الطلاب. في بعض المدارس نجد نسبة نجاح الطلاب يصل إلى 98%، وفي أدنى الحالات يتجاوز ما بين 85% و90%. طلابنا كانوا ممتازين بالرغم من أكرر من نسب النجاح المنخفضة بشكل عام في كافة مدارس المملكة. كما عبر الأب أشرف النمري عن بالغ سروره بما حققته مدارس البطريركية اللاتينية من نتائج متقدمة للطلبة. نتائج السنة الحمد لله كانت كثير كويسة وممتازة، معدل العلمي بصل بين 80-85% النجاح. في إحدى المدارس في الجنوب الوسية حققت أول 8 أوائل على المحافظة، والمدارس الثانية برضو حققت معدلات عالية. في الفرع المعلوماتية بالرغم من أنه متدني في المملكة إلا أنه بمدارسنا كان ما يقارب 40% النجاح. وقال فواز نصراوين من إدارة مدارس الروم الملكيين الكاثوليك إن نسبة النجاح في مدارسهم كانت مقبولة ومرضية رغم صعوبة امتحان مادة اللغة الإنجليزية. كما عبر نصراوين عن سروره لما وصلت إليه مدارس الكاثوليك من تقدم وازدهار خاصة في مجال المناهج التعليمية، حيث تمت إضافة بعض المواد بحسب برنامج مدارس إكسفورد العالمية. أيضا نتائج الثانوية العامة في كل سنة احنا بنحقق يعني نسبة يعني مقبولة ومرضي عنها. في هناك ملاحظات على الأسئلة اللي بتحصل، مثلا أسئلة هذا العام، أسئلة السنة كانت اللغة الإنجليزية فيها صعوبة، يعني كان الأولى أن يكون في هناك، يعني إحنا بنعرف هذا الشيء من التغذية الراجعة من مدراء المدارس من أولياء الأمور من الطلبة أنفسهم، أنه في بعض الأسئلة أعلى من مستوى الطلبة. أيضا في عندنا نقطة يعني
نحب نكون قريبين جدا وتواصلنا مع أولياء الأمور في يعني إيجاد أي موضوع له علاقة في تحسين العملية التربوية. يعني نستقبل آراء الناس، آراء أولياء الأمور، حتى إنه ممكن نكون بوضع أفضل، حتى لو انتقدونا يعني هذا شيء إيجابي يعني. وفي ذات السياق التقت نورسات مع مديرة مدرسة ثيودورس الأول في عمان المعلمة كنار سويس، التي قالت إن النتائج كانت أقل بكثير من الجهود المبذولة، وأن الأسئلة في الامتحانات كانت أعلى من مستوى الطلبة بشكل عام، ولكن رغم كل ذلك فإن المعدلات التي حصل عليها الطلبة تخولهم الدخول إلى الجامعات. وفعلا استطاعت المدرسة إن أنا تحقق هذا الهدف اللي هي سعت لتحقيقه، من خلال أنها ضاعفت نسبة النجاح من 25% إلى 50%. أكيد نحن مش راضيين عن هاي النسبة، بس كمان يعني سعداء أنه قدرنا نرفع نسبة النجاح تبعتنا، وكمان يسعدنا جدا أنه نسبة 95% من المعدلات اللي حصلوا عليها طلابنا هي معدلات تؤهلهم أنهم يلتحقوا بالجامعات الحكومية وفقا للي صدر في الجريدة الرسمية عندنا لمعدلات القبول في الجامعات الأردنية الحكومية. وتتقدم قناة نورسات الأردن بالتهنئة لكافة طلبة الثانوية العامة، متمنية لهم النجاح والتوفيق في مسيرتهم العلمية. تعتبر كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في السلط من المعالم الدينية الهامة للمسيحيين والمسلمين. إلى المزيد. وهب الله الأردن مكانة دينية فريدة ومتميزة، حيث يسخر بوجود الكثير من المواقع والأماكن المقدسة التي يرتادها الزوار من مختلف أنحاء المعمورة. كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في السلط هي واحدة من أهم الكنائس التي لها خصوصية وقدسية في المنطقة، ليس في قدمها وتاريخها فحسب، بل في المكانة الروحانية والعجائبية التي تحدث حتى اليوم وتتناقلها ألسنة الناس على الدوام. هذه الكنيسة التي تأسست عام 1682، سبب تأسيس هذه الكنيسة هو وجود شخص كان يرعى الأغنام أمام المغارة الموجودة في داخل الكنيسة، وهذا الشخص بدأ يصلي للرب حتى يحفظ كافة أغنامه التي كانت موجودة أمام المغارة، فظهر له القديس جوارجيوس فجأة وقال له بالحرف الواحد: يا ابني هذا مكان مقدس، ابني لي كنيسة في هذا الموقع. هذه الكنيسة منذ تأسيسها وهي صاحبة العجائب الكثيرة، حيث أن هذه الكنيسة ظهرت فيها عجائب، وأهم عجوبة من العجائب عندما كانت الدنيا بدون مطر، فكانت النساء مسلمات ومسيحيات يأتين إلى هذا المكان المقدس ويطلبن الغيث من الله، وأثناء الصلوات والتضرع إلى الله من أجل الغيث فجأة يأتي الغيث ويذهبنا إلى بيت المرحوم سعيد أبو جابر الذي كان أيضا بيت كرم وجود، ويقيم احتفالا وعشاء تكريما للسيدات بعد أن يتم نزول المطر، وهذا شاهد، كل الدنيا في هذه المدينة تشهد على ذلك. كثير من المرضى شفوا، هناك بنت سلنكية كانت مصابة في العمى، وعندما حضرت إلى هذه الكنيسة وقفت أمام المغارة وبدأت بالصلاة، فجأة بدأت بالمنادى على والدتها بأنها تشاهد كل شيء، فاستغربت والدتها وذهبت إلى الطبيب في اليوم الثاني وقال لها بأنها ابنتها قد شفيت
تماما من مرض العيون. كثير من المرضى المصابين بأمراض خطيرة جدا وعنا أسماءهم ومعروفين لدينا شفوا والحمد لله من كل أمراضهم بسبب إيمانهم. الإيمان بالإيمان وبالصلاة الإنسان يحصل على كل شيء. هذه طبعاً الكنيسة اللي تفتح أبوابها للجميع، والكنيسة أيضاً والحمد لله يعني تضم في هذه المدينة مسلميها ومسيحيها، وهذا هو التعايش اللي مننادي فيه والناس بتنادي فيه. هنا يكون التعايش، هنا الإخاء، هنا المحبة متواجدين هنا. المجاورين للكنيسة هناك مسلمين ومسيحيين، الطرفين المسلم والمسيحي يحافظ على هذه الكنيسة حتى تبقى شعلة مضيئة أمام المجتمع. المغارة الموجودة هي توصل الكنيسة بقلعة الصلت، حوالي 6 كيلومتر تقريبا ما بين المغارة وقلعة الصلب. هنالك تعاون بين المجتمع وبيننا وبين السياحة، بيننا وبين البلدية، في دائما أن تبقى الكنيسة شعلة. ويبقى لله في خلقه علامات ظاهرة تتمجد الخليقة فيها، ليخرج المكان عن صمته تعبيراً عن رسالة السماء للذين في الأرض. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. المومني يدعو المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة الإرهاب. حركات فنية وثقافية تشهدها المملكة هذه الأيام. نورسات تزور كنيسة القديس جوارجيوس. حديقة الرحمة مشروع ريادي للمهجرين في الأردن. ختام النشرة، مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursajordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.